عرض هنا القاهرة زي ما قالوا عنه في التنويهات أو الإعلانات، عرض خطير هنا القاهرة. عندك 6 مسرحيات بتعمل فيها كذا كاركتر، بتطلع من كاركتر لكاركتر. الموضوع ابتدى من 1.5 سنة، وابتدى بنص عبارة عن مش متوزع عليه ادوار ناس، واتجلنا حاجات كتير جدا واشتغلنا مع بعض كتير جدا، وجت الكورونا في النص تعطلنا شويه. العرض بالنسبه لنا احنا عباره عن حاله قاهريه كده لذيذه فيها كل الالوان، الشعبي والكلاسيك وكل الطبقات يعني. ماشي يلا تعال يا سلام. افكار لاول مره تقريبا بنشتغلها، فكانت بالنسبه لي مهمه جدا، خاصه الافكار دي ازاي تترجم على المسرح وازاي اشوفها على المسرح بعيني. انا قبل كده كنت ممكن افكر فيها، بس انا اشوفها على المسرح كان بالنسبه لي ده شكل مختلف جدا يعني. بقول لك ايه، البنت صاحبتي اللي اسمها منى دي مالها؟ ما تجيش تهدر الخطوبه. اشمعنى؟ اصل البنت دي عينيها مدوره، تيجي تحسدنا ولا حاجه؟ احنا مش ناقصين. ولا عشان عينك انت اللي جت منها قبل ما نتفاصل؟ انا عيني كانت منها، ده انا عيني ما شافتش غلطت يا حنان. المزيج ده بالنسبه لي في الفن عبقري، ان الحاجه تقدم بطريقه فيها الوان وحركه وصوت وغنى، بس المعاني مهمه وقويه وبتاثر في الناس وبتشغل دماغها. وهنا القاهرة هبتديها بسؤال ملوش علاقة بالمسرحية. رشد جمال بدأت مهتمة ومحبة بالدراما المسرحية، وبعد كده اشتغلت في الإعلام، وبعد كده بقى عندك مشاريع لها علاقة بالحرف التراثية والمنتجات التراثية، والموضوع خلص يعني فجأة فوجئنا ان انت رجعتي تاني للمسرح. عودة المسرح الخطير. المسرح الخطير. عودة المسرح الخطير. ليه؟ انا كنت اتمنى ان انا اعمل مسرح بس. يعني ده اللي كنت اتمنى ان انا اعمله. بس انا مهم قوي بالنسبه لي اني ابقى بعمل فلوس كويسه، عايشه في مستوى كويس، الحاجات دي تفرق معايا جدا. وبالتالي ما كانش ينفع اعمل مسرح بس. قعدت كذا سنه بعمل مسرح وجنبي بعمل موبيليا، بعمل ازياء تراثيه، الحاجات رهيبة. التانية لا مرسي هي عارفة انا مغرمة يعني، دي نفسها واحدة من احلامي ان انا قصته على شقتها، دي نفسها اقسم بالله احنا عملنا السطو ده في المسرحية. خدنا من دولاب وكل حاجة. قولي اتفضلي يا استاذة رشا. ايوه فبعد ما اشتغلت شوية في التلفزيون كان يهمني ان دايما يكون في شيء فني بعمله يبان مشوار الحياة يعني. فلما انا بقيتش بشتغل في التلفزيون قعدت شوية أعمل الهدوم وده، وبعدين قلت طب وبعدين فين بقى اللي هي الحرفة، فين الكلام، فين الدراسة؟ أيوة ضيعنا سنين. فرجعت المسرح بقى، وأحسن حاجة حصلت لي في حياتي إن أنا قابلت الناس دي، أو على الأقل أحسن حاجة في آخر 10 سنين إن أنا قابلت المجموعة دي. رشد جمال عملت إعلان زي ما فهمت عشان يبقى في ناس مشاركين في العرض، يعني ما كنتيش تعرفيهم قبل كده؟ ولا عمري شفتهم الا نديم.
ايه بقى قريته ايه او إيه اتعرفت على الموضوع ازاي؟ هو كان ايفنت، انا شفت الايفنت على الفيسبوك، كان تبع استوديو عماد الدين، فشفت ايفنت ان مطلوب لعرض مسرحي ناس ممثلين. فانا لفت نظري الصيغه بتاعت الكلام، هي كانت كاتبه صيغه رهيبه. ايه بقى؟ كاتبه عوده المسرح خطير، لو انت عايز تعمل مسرح خطير وتبقى معانا في الفرقه وانت مش عارف مجنون وبتعمل ايه وبتحب الحركه وبتحب التنطيط، تعال انضم معانا مش عارف ايه. فلقيت صيغه قلت ايه ده؟ بتعبر عن شخصيتها جدا. هي الفكره كده كلها انك هل انت تقدر تاخد نفسك مش على محمل الجديه؟ هل انت تتضايق لما تناقش المشاكل العويصه باسلوب بهلواناتي؟ لو انت مستعد تعمل كده مرحبا بك في المسرح الخطير. وده جاي من الاوديشن، يعني في الاوديشن انا عملت كلب وعملت راجل وعملت كل حاجه، وبالنسبه لي الموضوع كان مختلف. يعني انا اضطريت اسافر، بعدين الكورونا رجعتني، فانا بعد كده انضميت بقى في يعني متاخره شويه عن بقيه المجموعه. جهات جت بعدين، احنا كنا من الاول خالص، بعد كده جهات انضمت لينا بعد ما رجعت. الاوديشنز او تجارب الاداء كانت متعه لوحدها، لان احنا كنا بنتقابل نلعب. احنا شفنا 119 ممثل انا ونادين، كان في اتقدم اكتر من 119 بني ادم. شفناهم كلهم. انت كنت عايزه كام واحد؟ 12. اوكي. فوجهم مرتين على يومين. على يومين. عادي نادين اهي. ونادين بقى اللي كان بيقعد يقول لهم اعمل نفسك كلب، اعمل نفسك غوريلا، صوتك عالي، تخيل نفسك ست حامل. بس فكان ده مهم بالنسبه لي على فكره، مش هو هيطلع ازاي وهو ست حامل، مدى استيعابه لفكره انك تعمل اي حاجه.